ماذا يقال في صلاة الجنازة؟ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية، الصلاة على النبي بالصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت بأي دعاء تختاره. وإذا اتبعت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله إلى آخره. والتكبيرة الرابعة تدعو لك وللمسلمين وللميت وتسلم.